اهلا بحضراتكم من جديد استاذ محمد. خلينا نبدا بالاجواء اللي سبقت المباراه، اجواء بتبدو احيانا ان هي ايجابيه من خلال مبادره في حب مصر، من خلال دعوه للافطار جامعه الناديين او الفريقين، بس كمان في اجواء اخرى مقلقه ليها علاقه بتغيير ميعاد ومكان اقامه المباراه، ليها علاقه باصرار الالتراس على الدخول لحضور هذه المباراه. حضرتك شايف الاجواء دي بتقراها ازاي؟ يعني هو رغم ان الاجواء ساخنه جدا وملتهبه قبل انطلاق صافره حكم المباراه النهارده للحكم الجزائري الدولي الحيمودي محمد حيمودي، الا ان مجرد ال 90 دقيقه بتاعه المباراه دي حاجه، وما سبق هذه المباراه من ايام سابقه او ساعات قليله قبل المباراه ده في كفه ثانيه. يمكن ان طبعا عمليه الجمهور واصرار الالتراس على الذهاب للجونه ان هو يشاهد المباراه، اعتقد ان هو محاولاتهم هتبوء بالفشل، خاصه وان الداخليه في تصاعد مستمر وعاملين حظر شديد جدا، وخصوصا في المناطق الاكمنه، انت عارفه طريق الغردقه كل معظمه كمائن، معمول حسابهم تماما ان مفيش سيارات الالتراس مثلا تروح او الجماهير او حاجه زي كده من اول نقطه التفتيش. حتى اللي وصلوا هناك البوابه هناك اتعملت بوابه خرسانيه، انت عارف ملعب الجونه بعيد عن الطريق السريع بحوالي 3 كيلو او 4 كيلو. يعني عشان تروحي من الطريق السريع للجونه لازم يكون طريق اسفلتي ممهد، طريق الاسفلتي اتعملت عليه بوابه خرسانيه وبتأمنت تماما. طبعا مش هينفع حد يمشي في الصحراء يعني عشان يوصل لحد الجونه من هناك، اضف الى ذلك ان في هناك ثلاث بوابات حتى يصل اي فرد الى ملعب المباراه. نمره ثلاثه ان الداخليه مصرة تماما انها تؤمن المباراة حتى يخرج اللقاء في جو او في جو امن وينتهي على خير، خصوصا ان العقوبات سواء بالنسبه للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي ما بيهزروش في الحاجات دي. حضرتك شايف ليه الاصرار من قبل الالتراس على حضور هذه المباراه؟ هو طبعا هم يعني التبعات اللي ممكن تتبع هذا القرار او هذا الموضوع. هو طبعا هم موقفهم فعلا استاذ محمد عليه علامات استفهام كتير. اي حد محب للكره ومحب للبلد طبعا يعني ما ينفعش يطلق هذه التصريحات المليئه بالتحدي، مش معروف تحدي لمين بس فيها تحدي صريح. مبررات طبعا الالتراس غير مقنعه، خصوصا في البيان اللي هم نزلوه سواء الالتراس اهلاوي او الالتراس زملكاوي، ان ما فيش كوره من غير جمهور. يعني احنا قعدنا فتره بدون جمهور عشان احنا في مرحله انتقاليه لازم نعدي بالمرحله الى بر الامان يعني زي ما بيقولوا، ولكن ما فيش كوره بدون جمهور، ما فيش متعه حقيقيه بدون جمهور، ما فيش نتيجه مباراه بتنتهي بدون جمهور وحد بيستمتع بيها. لا بس احنا لازم في ظروف خاصه لازم نحترمها، ولازم كلنا واحنا كمصريين يعني الالتر زي ما هو مصري لازم يعرف ان مصر في على المحك دلوقتي، ولازم احنا في موقف مرحله انتقاليه الكل لازم يتكاتب فيها حتى يعدي الى بر الامان. كون ان الالترس اهلاوي او الوايت نايتس مع الالترس اهلاوي ان هم يحطوا ايدهم في ايد بعض ده يعني اتفاق يعني مش اتفاق رسمي ولا اتفاق مبرم، انت داخل المباراه نفسها لو فرقه جابت جون على الفرقه الثانيه هتقلبوا على بعض، يعني العمليه مش عمليه يعني بيحبوا بعض قوي او ايدهم في ايدين بعض ان هم عايزين يتفرجوا على المباراه. وبعدين لو عايزين يتفرجوا على المباراه جميع قنوات التلفزيون هتذيع النهارده، مش الفضائيه بس، القنوات الارضيه والفضائيه، وكانت المباريات دي بتبقى حصري لقنوات معينه بداية التسويق، لان النهارده كل اي حد يقدر يتفرج على مباراه النهارده سواء في التلفزيون او في الاذاعه، يعني مفيش اي حجه لاي حد ان هو لازم يتفرج على المباراه. كل من تهديد الكاف اللي جاء في خطابه اللي ارسله للاتحاد المصري بحرمان الناديين من المشاركه في البطوله الافريقيه في حال دخول الالتراس، هل ترى ان التهديد ده جاد فعلا والكاف فعلا هي لا هو طبعا التهديد ده تهديد لو حضر الالتراس؟ ما بيهزرش لسبب، اولا المباراه لو كان اتفق عليها من قبل ان المباراه بجمهور الكاف ملوش علاقه بحكايه الجمهور او بدون جمهور، ولكن هي بتبقى حاجات او اتفاقات مسبقه، يعني مثلا انتقال المباراه من برج العرب الى الجونه لازم تبلغ الاتحاد الافريقي قبلها بوقت معين، في اوقات معينه انك انت تبلغ قبلها على الاقل ب 72 ساعه او بفتره معينه اذا كان من ملعب الى اخر داخل المحافظه.
او واذا كان من محافظه الى اخرى لازم 10 ايام، في ايام معينه او في فرص معينه لازم بتبلغ بيها الاتحاد الافريقي، بتبلغ ان المباراه بدون جمهور بيبقى خلاص اوكي، ما فيش حاجه اسمها ترجع في نفس اليوم وتقول لا دي المباراه بجمهور. انت بتخاطب الكاف بخطابات رسميه مش بخطابات شفهيه او بالتليفونات، لا خلاص النهارده الجمهور هيدخل او مش هيدخل، فانت في مراقب للمباراه النهارده، في مراقب من لجنه الحكام، يعني كل ده محطوط في الحسبان ان لازم الاتفاقات اللي تم اتفاق عليها لازم تنفذ النهارده وما ينفعش حد يتراجع عنها. واعتقد ان الجمهور لازم يحط في اعتباره ان الحاجات دي موثقه ومؤرخه ومتفق عليها ورسميه، فما ينفعش ان احنا نغيرها النهارده ونقول معلش خلاص دخل شويه او ما دخلش، دخل عدد من الجمهور هنا او من هنا او 1000 هنا او 1000 هنا، ما ينفعش ان احنا ندخل حتى فرد واحد في مباراه مصيريه زي النهارده، مصيريه مش في نتيجتها، مصيريه في اجواءها، مصيريه في ظروفها اصلا في النهارده. واعتقد ان الجو الرمضاني حتى النهارده هيأثر على اداء اللاعبين في الملعب، يعني انت عارف عشان اللعيبه الساعه 4 العصر يعني يعني لعبوا في الصيام كمان حر هنتكلم طبعا عن رايك توقعاتك لاداء الفريقين، بس خلينا نتكلم يمكن عن المبادره اللي اطلقت امبارح اللي هي مبادره في حب مصر، واللي كان يمكن حرصت على تاكيد عمق العلاقات بين الناديين بين الاهلي والزمالك، واللي دايما بتيجي مبارياتهم فيها بعض السخونه وبتبقى شاحنه اكيد اكيد طبعا المبادره. بس هل ده بتمس الجماهير؟ يعني المبادرات الرسميه دي يعني اللي كما لو كانت يعني هي اعلاميه اكثر منها بتمس الجمهور بشكل حقيقي؟ اكيد، بس يعني انا من وجهه نظري ان هي يعني مبادره حاسنه النوايا، يعني تعرف كل واحد يقدر يساهم، حريص على ان الاجواء تهدى شويه، حريص على النهارده كل الانظار هتتجه لاستاد الجونه، متهيألي يعني المظاهرات هتهدى شويه والدين الشرعي يهدى شويه او يركزوا شويه. يعني بمناسبه استاد الجونه، انتقال المباراه من القاهره للجونه ده الى اي مدى ممكن ان هو يقلل من المخاطر ويسهل المهمه الامنيه؟ اكيد بالتاكيد، انت يعني هو الامن اصلا رفض انها تقام في اسكندريه او في برج العرب لان لسهوله الوصول الى الاستاد سواء التراس او جماهير او لكن الجونه صعب جدا، صعب ان الجمهور يخطر على الرغم من ان الاستاد ممكن ما يبقاش مؤهل بشكل جيد، بس كان الاختيار امن. لا الاختيار امن طبعا، هو طبعا حتى الملعب نفسه لا يسع اكثر من 7000 متفرج، يعني متصمم على انه لا يسع اكثر من 7000 متفرج، حتى التصميم بتاعه يعني على عكس الملاعب الثانيه، يعني النهارده هتلاقي يعني الهواء شديد النهارده رغم في اجواء حاره، الا انه ان الملعب ده لانه خالي تماما مع مش بيحيط عليه او حواليه ما فيش اي مباني سكانيه او مباني او كده لكن يعني اعتقد ان هيبقى في تاثير كبير قوي في الاداء النهارده، يعني بالنسبه للاجواء نفسها داخل الملعب. بالنسبه للمبادرات يعني هي مبادرات حسنه نوايا مش اكتر، يعني مش مبادرات رسميه، هي بتطلق كده من اي فرد مسؤول سواء من اتحاد الكوره او من الزمالك او من الاهلي، ولكن مجرد ما تبدا المباراه ده بيبقى جو تاني خالص، يعني سواء بين اللاعبين انفسهم او بين وحتى قبل المباراه بيبقى الشحن الجماهيري موجود طبعا طبعا، سواء يعني حتى اي حد هو بيتفرج حتى في التلفزيون بينسى نفسه، بيعرب عن انتمائه الحقيقي في 90 دقيقة. لعيبة الفريقين نفسهم هيحرصوا ان المباراة تخرج بشكل هادئ وخالي من اي مشاحنات ما بينهم اللي دايما بتشهدها المباريات القمة؟ اعتقد ان حتى يعني المباراة دي تختلف عن اي مباراة تانية مهما كانت النتيجة، يعني لا يعني هو طول ما المباراة بتصير الى بر التعادل او في اتجاه التعادل هتلاقي السلوك منتظم وسلوك قويم، وخصوصا ان وتلاقي عدد الانذارات قلت وعدد يعني الاداء نفسه بيختلف، لكن مجرد ما هز شباك احد الفريقين المباراه ممكن تنقلب، يعني كل فريق بيحرص بطريقته ان هو سواء يتعادل او يحقق المكسب او كده، فبتختلف طبعا الاداء بيختلف او بينقلب تماما. يعني المخاطر الامنيه اللي كانت بتهدد هذه المباراه، هل ممكن من خلال الاجراءات الامنيه كتير هل ممكن يتم تاجيلها لما بعد المباراه ولما بعد النتيجه؟
لا هو وفقا للنتيجه طبعا، يعني النادي الخاسر هل تتوقع انه ممكن يبقى في حاله من القلق بالتخوفات الامنيه؟ لا، اولا ان المباراه مش مصيريه، المباراه لسه في بدايه دور الثمانيه، فاعتقد ان اي نتيجه حتى هتدي فرصه للفريق الثاني. بس الحساسيه الاهلي والزمالك، يعني حساسيه الفريقين. بالظبط كده، ولكن لو هي المباراه مصيريه لابد فيها من فائز ومهزوم، هتبقى طبعا الدواعي او ردود الافعال هتبقى غير متوقعه. لكن ردود الفعل من مين؟ من الخسران. ده اللي انا بتكلم فيه. هل الفريق، هل لعيبه الفريقين زي ما بنشوف دايما بره في ماتشات اوروبا يا استاذ محمد، ان مهما كان الفريق الخاسر او الكسبان فالكل بيسلم على بعضه في الاخر، والكل بيبقى خارج مبسوط من الملعب. ده اللي احنا عايزين نشوفه النهارده. فهل الفريقين لعيبه الاهلي والزمالك 22 لعيب هيحرصوا ان هم يظهروا بالشكل ده النهارده؟ مؤهلين تمام، وخصوصا ان انت اولا لعيب الكره دلوقتي مش زي زمان، يعني لعيب الكره النهارده بمؤهل حتى من الناحيه السلوكيه، والنهارده في الجو الرمضاني الروحاني دوت، يعني هيحرصوا على ان هم يخرجوا بالمباراه يعني بالشكل اللي يليق بهم. وان كان طبعا لو بصيت نظره سابقه، يمكن زي ما التقرير قال ان اتقابلوا 11 مره ومعظمها او 6 مرات فوز للاهلي مقابل 3 للزمالك و2 تعادل، والطريف ان المباراتين اللي تعادلوا فيها في رمضان من سنة 48 ولا من اللي هي كانت بدايتها يوم 7 ابريل، وكان متوافق 7 رمضان برضه اللي انتهت بالتعادل، يعني المباراتين اللي تعادلوا فيها 2-2. اخيرا بس عشان الوقت تقريبا انتهى، توقعاتك لنتيجه مباراه النهارده؟ التعادل. اعتقد ان في اهداف تعادل ايجابي ولا سلبي؟ يعني سواء يعني هي تعادل سلبي اكثر منه ايجابي. ده عشان الرصيد من المباريات السابقه في رمضان. بالظبط، عشان يبقى الصيام يعني بالمره يعني. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد باهي، مساعد رئيس تحرير الاهرام المصري. شكرا لك. شكرا جزيلا استاذ محمد. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعه، غدا باذن الله اللقاء يتجدد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء.